دلوقتي هتشتغل على الجزء المهم جدا جدا في السوق، وهو الاوبورتيونيتي اللي متاحه عندك في السوق، وايه الاسباب اللي بتخلي الناس ما تشتريش زي ما اتكلمنا قبل كده، وايه الاسباب اللي بتخلي الناس تشتري. بعد ما احنا فهمنا ده من الكلاينت بتاعنا، بنحاول نفهم ده وجوده عامل ازاي في السوق. يعني انا محتاج افهم السوق، الناس ما بتشتريش ليه والناس بتشتري ليه. محتاج افهم من الكلاينت بتاعي ايه الاسباب اللي بتخليه يشتري وايه الاسباب اللي بتخليه ما يشتريش. طب انت دلوقتي خلاص فهمت الكلاينت بتاعك، زي ما اشتغلنا في الجزء بتاع السايكس دبليو، وبنتكلم دلوقتي على الجزء بتاع الدوافع والموانع للشراء بتاع الكلاينت. الحاجات اللي ممكن تخلي الكلاينت يشتري او ما يشتريش مختلفة تماما، سواء بالنسبة لعدد الشرائح المختلفة أو بالنسبة للكاتيجوري اللي أنت بتشتغل عليه. يعني مثلا أنا ممكن ما اشتريش أو أشتري بسبب إن أنا عايز أستثمر وعايز أعلى عائد، فأنا لقيت عندك عائد عادي هشتري من عندك، لقيت عندك في ناس العائد أقل مش هشتري من عندهم، لقيت في شركات تانية عندها عوائد أفضل وتراست اقدر اثق فيهم، زي مثلا انا اقدر اشتري من الجزء بتاع الصيدليات او اشتري صيدليات واجرها، ده بيكون بيضمن ليا اعلى عائد. تمام، طب اعلى عائد بالنسبه لي بعد ما طلع، هل انا عندي تراست فيه ولا لا؟ هل انا واثق ان ده اعلى عائد وفي نفس الوقت العوائد بتاعتها مضمونه ولا لا؟ طب بعد كده الاوبرتيونيتيز المتاحه، الاوبرتيونيتيز والاغراض اللي بيشتري عنها عندها الكلاينت نفسه، ايه الاوبرتيونيتي اللي موجوده في السوق اقدر اشتري من اشتغل عليها. يعني انا دلوقتي عندي في السوق في اوبرتيونيتي كبيره، زي مثلا ان حاليا مفيش مثلا اسعار مخفضه بشكل كبير وتسهيلات في السداد، فبتيجي شركه تقول والله انا عندي اكبر نسبه تخفيضات في الشركات، عندي اكبر نسبه تخفيضات للعقارات اللي شغاله عليها، وعامل نسبه خصم كبيره جدا بمناسبه دخول الصيف او بمناسبه بدايه السيزون بتاع الشركه او بمناسبه عيد ميلاد الشركه وما الى ذلك. طيب انا دلوقتي دي اوبورتيونيتي موجوده في السوق، لازم استغلها، لازم اشوف ايه الفرص المتاحه في السوق. هعرف الفرص دي ازاي او ان انا اقدر اوصل للفرص دي ازاي؟ ببتدي اشوف الحاجات او الفرص اللي موجوده في السوق والعميل بيدور عليها ومش موجوده. يعني مثلا انا دلوقتي في عميل بيدور معايا على اقساط متساويه تتناسب مع الاقساط بتاعته والمرتب بتاعه او الانكم بتاع الدخل بتاعه. فانا دلوقتي ما فيش شركه تقدر تشتغل على اقساط متساويه غير شركات معدوده جدا، فانا اقدر اشتغل على دي اوبورتيونيتي في ناس كتير بتدور عليها وناس كتير محتاجه ده. طب ابتدي طلع لنفسك في السوق ده وافهم ايه الاوبورتيونيتي اللي متاحه فيه، ايه الفرص اللي ممكن انت تستغلها وموجوده في السوق ده وانت تقدر تشتغل عليها. تمام، انت ده دلوقتي لازم تسال برضه نفسك شويه اسئله، مين الناس المؤثره في السوق؟ دلوقتي الناس المؤثره في السوق مين؟ انا دلوقتي عندي في السوق انفلونسر مؤثرين، عندي في السوق معارض مؤثره في السوق بنسبه الاسعار بتاعتها والخصومات فيها، عندي دلوقتي شركات كبيرة زي بيراميدز مثلا من الشركات المؤثرة في السوق. لازم تعرف ايه الاشخاص والشركات المؤثرين في السوق عشان تعمل حسابهم وتبتدي تتابعهم وتعرف منهم كل الاخبار. هل دلوقتي في ويب سايت موجودة بتدي ريزلت اعلى وويب سايت بتدي ريزلت اقل؟ في ويب سايت بتدي نتائج مجانية وويب سايت بتدي نتائج مدفوعة؟ عندك طبعا في ويب سايتس كتير اشهرهم بنشتغل عليهم زي عقار ماب وبروبرتي فايندر والجزء بتاع اوناكس. طبعا هنيجي للاجزاء دي ونطبقها بايدينا. طب عندك بعد كده الجزء اللي انت لازم تفهمه، الجزء بتاع المنتجات البديله والغير مباشره للمنتجات بتاعتنا. احنا دلوقتي عندنا في ريال استيت انا بشتغل في العقارات، حلو جدا. طيب انا عندي دلوقتي في العاصمه اسعار معينه وعندي ادوات وتولز المفروض ان انا بشتغل عليها علشان اوجه الناس للعاصمه. طب هل في مثلا حاجه تانية ارخص وفي نفس دايره العاصمه؟ مدينه بدر مثلا، احيانا بنلاقي ناس بتدور على مدينه بدر عشان هي قريبه من العاصمه لكنها اسعارها في مختلف
الطبقات تماما، ده طبقه وده طبقه وده سعر ده سعر تاني خالص. فايه البرودكتس اللي الناس بتدور عليها او كمنتجات بتدور عليها واحنا بنشتغلها ومش واخدين بالنا ان في منتجات بديله لينا؟ تمام. دلوقتي مستوى التطور في السوق، الجروث بتاعنا في السوق عامل ايه؟ والله احنا نسبه الشراء في السنه دي عن السنه اللي فاتت زايده بنسبه 20%. الزياده في نسبه الشراء في السوق بتوصل لمعدل اعلى وفي تطور عن السنه اللي فاتت. فلازم تكون فاهم ده، ان انت كل ما الشريحه كبرت في السوق كل ما انت محتاج ان انت تكبر الشريحه بتاعتك وتاخد منها جزء. طب هل في مواسم للسوق اللي انا شغال عليه ولا الجزء بتاع الريل استيت بتاعنا ليه مواسم؟ هو المواسم اتكلمنا عنها قبل كده وقلنا ان المواسم بتختلف على حسب انت شغال في العقارات ك مناطق سكنية بس ولا تجاري وشغال معاها سياحي ولا شغال منطقة معينة بس ولا انت شغال بأي طريقة بالظبط. فبناء على كده بتبتدي تفهم السيزونز في السوق ماشية ازاي. وبشكل عام السيزون زي ما قلنا قبل كده معاك 6 7 8 9 شهر 10. تمام. دي افضل اوقات المواسم في السوق بتاعك. طب دلوقتي كام شركة موجودة في السوق وشغالة على الأجزاء دي؟ كام شركة في السوق موجودة وشغالة على الجزء اللي أنت شغال عليه؟ والله أنا شغال سكني. تمام. لا، في 3500 شركة شغالين سكني. أنا شغال سياحي. لا والله في 50 شركة شغالة سياحي و50 قرية مختلفة في الساحل شغالة سياحي. طب أنا دلوقتي عندي في الجزء بتاع الاتجاه بتاع الريل استيت رايح فين والاحصائيات بتاعت السوق لازم تكون فاهمها بشكل كويس جدا 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 عشان تقدر تدخل السوق ده وانت مرتاح، تدخل السوق وانت فاهمه، تبقى عارف ايه الملخص بتاع السوق، ايه المناطق اللي تقدر تلعب عليها في السوق، ايه الحاجات اللي العميل محتاجها ومش موجودة في السوق. هل في شروط معينة لشغلك في السوق ده؟ لو أنا شغال على السوق المصري أو شغال على أسواق مختلفة، السوق الكويتي أو السوق الخليجي، أو في شروط معينة فأنت تتخلي بالك من الشروط دي. طب جزء السيلز ماشي إزاي في الريال استيت؟ والله جزء السيلز شغال على إن هو بيوصل له ليدز معينين وبيديل مع ماركتنج تيم، بياخد منه الارقام والاحصائيات والشغل بتاعه وبعد كده بيكمل عادي جدا 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 مع التيم وبيتابع مع الكلاينت، ومن خلال متابعته مع الكلاينت بيبتدي يشتغل على اجزاء محدده حسب احتياج الكلاينت نفسه. طب ايه افضل الشركات او افضل 10 شركات بتبني في العاصمه او بتبني في الريال استيت؟ لازم تكون عارفهم بشكل كويس جدا جدا جدا. تمام. طيب ايه عندك دلوقتي في اي تحديثات او بدائل بتحصل في السوق؟ عندنا والله في مباني 3D بتتبني جديد وبدأت تاخد اتجاه في السوق. طب المنافسين عندك؟ المنافسين بشكل عام بشكل عام والتكنولوجي في السوق عامل ازاي؟ تمام. التارجت اودينس بتوعك رايحين فين في الكامبينز اللي بيشتغلوها ورايحين فين في المناطق المستهدفه؟ خلاص عارفين ان هم رايحين في العاصمه، والمفروض القنوات التسويقيه اللي بيشتغلوا عليها والله عارفين ان هم القنوات التسويقيه اللي بيشتغلوا عليها في الريال استيت هم فيسبوك ليدز والايميل ماركتنج ولينكد ان وشغل البي تو بي. تمام. طيب عندك ايه تاني ممكن تشتغل عليه غير القنوات دي؟ عندنا الجزء بتاع التراديشنال ماركتنج مهم جدا جدا جدا، وكشركه ديفلوبر لازم تشتغل في الجزء ده. طيب دلوقتي انت في الجزء بتاع الماركت اناليسيس فهمت اجزاء كتير في السوق، سالت نفسك اسئله كتير وجاوبت عليها وعملت الشغل بتاعك بشكل مظبوط، الاساينمنت بتاعك والاكزامبلز اللي خدتها بدات تطبق زيها، طلعت بايه في الاخر؟ والله انا شايف ان السوق العقاري منافسته عاليه جدا والمفروض ان انا اخش بيه بادجت كبيره محترمه، لازم أنا اشتغل على مناطق. بنبتدي بقى ناخد قرارات على حسب الشركه اللي انا شغال
فيها او طريقه شغلي والديفلوبمنت بتاعي. انا شايف ان هم محتاجين كشركه يبتدوا يشتغلوا على ان هم يعلوا البودجت التسويقيه، يشتغلوا على مشاريع اكبر او يشتغلوا على مشاريع اكتر، يختاروا المشاريع بناء على المشاريع الناجحه مش المشاريع الاكتر ربحيه او نسبتها اعلى، يبتدي يطور في الماركتنج تيم بتاعه والماركتنج سيلز بتاعه، ونبتدي نحط قرارات واسباب معينه لازم نكون عارفينها علشان ناخد القرارات دي. طيب بعد ما خلاص خلاص فهمت الماركت وفهمت الاجزاء دي وخدت القرارات بتاعتك، بتبتدي تنفذها جزء جزء، وبنتابع مع بعض كل الاجزاء دي واحده واحده علشان تقدر تنفذ الماركت ريسيرش بتاعك بكل تفاصيله.